السحر ذكر في القرآن. كان الخبر جديد 24 ساعة أو يومين فقط كان الخبر نازل، وذكرت أن بأن هذا الشاب قد عمل له سحر، بحيث هذا الشاب كأنه مربوط لا يستطيع يخرج من المنزل، لا يستطيع أن يصرخ. الآن بعد أسبوع من القضية، وكان الذي اختطفه بيده خواتم، هذه الخواتم يستعملونها السحرة لاستخدام أو لجلب الشياطين والجن لكي يخدموهم. لكن بعض التعليقات تعجبت أنهم يقولون لا يوجد شيء اسمه سحر، السحر ذكر في القرآن في عدة مواضع. أرجع وأقول كما ذكرت أنا أنه حقا هذا الشاب قد سحر. أيضا ذكروا لي أن هذا الشخص كان من رواد المسجد. عادي جدا، الساحر قد باع دينه، شيء طبيعي، يدخل المسجد يخرج، لأن الناس هكذا، يعني أول شيء هكذا يستطيع أن يخدع الناس أنه رجل صائم ومصلي. ما الذي استفاده هذا الرجل خلال 27 سنة والآن يدخل السجن يمكث فيه أبد الآبد؟